1400 متر، فتحت البوابات على بركة الله في شوط سريع. مساهمة نادي الفروسية ربع مليون ريال في انتظار الفائز. إجهاد وفراس الأربع سنوات الجوزلية مع جعيث يبدأان السباق الآن في صدارة هذا الشوط مع محاولات سعطير للتقدم. أيضا شر حبيلة الجوزلية ومحاولات التقدم أيضا من المنتصف مع شر حبيلة ونجد اكسبيرس وجعيثن وسعاطير، فيما الجوزلية في المسار الداخلي بطول وربع الطول. سعاطير في المرتبة الثانية مع جعيثن. شر حبيلة التحادي الثلاثي، شر حبيلة تطارد الجوزلية صاحبة الصدارة حتى الآن. نجد اكسبيرس ونوغا أيضا تبدأ من الخارج الآن للمطاردة في وصول الآن لمرحلة الحسم. الجوزلية والربع مليون ريال. شر حبيلة تأتي للجوزلية الآن في مطاردة في حضور نجد اكسبريس وأيضا نوغا والمدير. صراع الربع مليون ريال يشتد. من يحسم؟ من يحسم؟ من يحسم؟ شر حبيلة في الصدارة، نجد اكسبريس للدخول. مشاهدينا الكرام الدخول لرجيد، رجيد رجيد يفعلها، رجيد بالفعل مشاهدينا الكرام. إذن رجيد مشاهدين الكرام رجد الكل على خط